عندي طبعا بيج 89 89 read and crotize underline words اقرا صح كلمات اتخطى. هنا طبعا السؤال الاولاني الكلام هنا في الماضي، بس طبعا هنا مفيش فعل طبعا في المصدر، محتاج was او where. فاعل هنا مفرد يبقى was على طول. when was دينا's birthday، متى كان عيد ميلاد دينا، يبقى هنا was. سؤال نمبر 2 it's Wednesday today، يعني النهارده الاربعاء طبعا. لذا so it was Tuesday طبعا yesterday، لذا طبعا كان الثلاثاء امس، يبقى هنا yesterday. سؤال نمبر 3 هنا 2016 يعني 2016 was 7 years طبعا ابو عايز يقول ايه منذ طبعا ايه 7 ايه اعوام، هنا عندي مده زمنيه بمحتاج اجو. السؤال نمبر 4 what time is it، ما الوقت، فقال له طبعا it was quarter past 10 يعني الساعه 10 وربع، طبعا الكلام في المضارع يبقى هنا it's على طول it's a quarter past 10، يبقى احنا هنشيل was ونعوض عنها مكانها ب is في المضارع. سؤال نمبر 5 what did you، طبعا الكلام في ده سؤال كلام في الماضي بس طبعا ده اداه استفهام فعل مساعد ودي الفعل محتاج الفعل في المصدر، يبقى هنا what did you do last weekend، ماذا فعلت في عطله نهايه الاسبوع الماضيه. سؤال نمبر 6 do you got، هنا got طبعا تصريف ثالث والفعل عندي هنا جمع يبقى محتاج have على طول، have you got a new school bag، هل تملك او هل لديك حقيبه مدرسيه جديده. سؤال نمبر 8 عندي طبعا ده سؤال يبقى هنعكس على طول يبقى can you see، هل يمكنك ان ترى the island الجزيره. السؤال نمبر 9 هنا do you taller than your brother، طبعا دي مقارنه يبقى هنا هقول are you، هل انت taller than your brother، اطول من اخيك، لان دو محتاجه فعل في المصدر، يبقى هنا عندي هنا ايه are you taller than your brother، هل انت اطول من اخيك. سؤال نمبر 10 can you best friend، can your best friend طبعا هنا ايه محتاج الفعل في المصدر على طول ما دام في كان، يبقى هنا محتاج على طول speak، الاجابه الصحيحه speak، يبقى can your best friend French، هل طبعا صديقك المفضل بيستطيع التحدث اللغه الفرنسيه. بعد كده عندي choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, Spieth, then 37,005,000 people live in Paris. يعني حوالي عايز يقول أكتر من 37 مليون و 500 ألف شخص بيعيشوا في باريس، يبقى مور. Sؤال نمبر 2 the pyramids is just Spieth 850 years old. يبقى أنا عندي هنا number 2 the pyramid is just Spieth 850 years old طبعا under تحت او اقل من 850 سنه، يبقى الهرم فقط ايه عمره اقل من 850 عام. سؤال نمبر 3 how speed is the Cairo Alexandria desert route، طبعا طريق القاهره والاسكندريه الصحراوي، يبقى هاو لونج للطول طبعا الايه الافقي. سؤال نمبر 4 the تحيا مصر سبيس، يبقى بريدج كوبري تحيا مصر goes over the Nile in Cairo، يعني طبعا كوبري تحيا مصر بيمتد فوق نهر النيل في القاهرة. سؤال نمبر 5 the Cairo speed is the tallest building in Egypt، يبقى the Cairo tower برج القاهرة بيكون أطول مبنى في مصر، يبقى the Cairo tower is the tallest building in Egypt. بعد كده السؤال عندي سؤال نمبر 6 بيقول لي هنا what do you think، ما رأيك طبعا يبقى كلمة about ما رأيك عن animals الحيوانات like horses مثل الأحصنة أو الخيول and the cats والقطط. سؤال نمبر 7 is space something something أو means something that is not expensive، معنى إن الشيء ما يكونش غالي يبقى طبعا رخيص اللي هو cheap. بعد كده عندي السؤال نمبر 8 بيقول لي هنا to be space means بتعني not to be quiet، ان انت ما تكونش هادئ يعني مزعج، هنا noisy to be noisy means not to be quiet. بعد كده عندي سؤال نمبر 9 بعد كده عندي سؤال نمبر 9 space means measuring something from one side to the other، يعني نقيس شيء من جنب لي الى اخر اللي هو طبعا الوايد العرض دي بالعمق سيف امين تشيب رخيص. سؤال نمبر 10 بيقول لي سبيس مينز مينز طبعا ميجرينج ووتر فروم ذا توب تو ذا بوتوم، يعني قياس الميه من الاعلى الى الاسفل طبعا اللي هو الديب العمق. كده نكون وصلنا نهايه الفيديو، اتمنى يا رب الفيديو ينال اعجابكم وشكرا على المشاهده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.